خليني نختم معك دكتور سامر مهدي. هو حل من الحلول يمكن اللي حكى عليهم البارح رئيس الحكومة مهدي جمعة، قال باش نلتجئوا للاكتتاب، فتح اكتتاب للتونسيين. شنو هالاكتتاب هذا؟ خلينا نفهم، التوانسة باش يسلفوا الدولة معناها؟ والله يا أغذر هذيك ممكن، قلت لك بقية الحوار الكل ما فاجأنيش، أما الكلمة هذيك فاجأتني. راهو الدولة توصل تقول رانا باش الحل متاعنا هو الاكتتاب، هي أعلان الإفلاس. البارح سيد رئيس الحكومة أعلن أفلاس الدولة. إذا كان يقول احنا تو باش نمشيو للمواطن باش نتسلفوا ما عنده فلوس باش نخلصوا الموظفين وباش نخلصوا الإدارة وباش نخلصوا كذا، معناتها يا ناس راهي دولتكم فلست. هذا هو، هذه قراءتي ليه. خاطر هو ما يلزم الإنسان يقرأ شوية بين السطور، ما حبش يلح برشا. بربي تو المواطن التونسي ولا يشفق ما يلحق. هاك تشوف معناتها صناديق التعويض قاعده تطيح الوحدة تلو الاخر. هذا ما احنا مش معناتها ضد الغاء صناديق التعويض، اما كنا نتمناو، وهك علاش كنت موافق برشا مع سي حسين الدماسي، اللي هو تصير الامور هذه بطريقه تدريجيه، ما نخليوش حتى لين توح للدنيا الكل وبعد اي نحي الكل حتى المواطن يوح. دونك الدعم هك شفتوا في الطماطم، وجاي راهو جاي في الفرينه وجاي في الطاقة، هاك تشوف مازال هو ديجا هذا كل نجمو نفهمو من كلمة التضحيات اللي حكى عليها، معناها نستناو نستناو. هو قال لك التضحيات معناتها المواطن باش يقعد جلد على ضمره، وهذا تفكروني. والطبقة المتوسطة اللي هي كانت فخر لتونس هذيك باش توصل توا في حالة الفقر، معناتها الإنسان اللي يتقاضى في 750 دينار هذاك باش يولي إنسان فقير. راهو باش تجي فاتورة الضوء ب 180 ألف، والتليفون كذا، والماء زاد غلا، وباش تغلى كل شيء باش يغلى. وكيف ومشكلة الأتاوي زاد اللي علقها سي علي العرايض توا ما نعرفوش شنو باش يصير فيها، هي معلقة مش ملغاة راهو نتاع الفينيات تاع الكراهب، فهمت؟ دونك التضحيات مازالت القدام راهو مازالت. أما المشكلة الكبيرة أنا شنو تمنيت البارح؟ تمنيت اللي يجي يقول لنا قبل ما يلتجأ الاكتتاب هذايا اللي حكى عليه، يجي يقول لنا الساعه شنو الحل في المجلس التأسيسي هذايا اللي صرف لنا 142 مليار و900 مليون باش كتب الدستور، وناس هم قاعدين ويتقاضاو ويتكلفوا علينا 5 ملايين و700 في الشهر كل نائب. معناتها اقسم انت 15 مليار اقصرها مع 217. 15 مليار هي منحه نواب المجلس التأسيسي في السنه، هذوك ما اقسمها مع 217 تشوف قداش يتكلف علينا الواحد في الشهر. واضح. حاجه اخرى، ميزانيه رئاسه الجمهوريه 80 مليار في بقعه يبداوا بانفسهم، قال باش نمشيو للمواطن باش نكتتبوا، شان شنو يعطيك المواطن؟ المواطن هو فالس بطبيعته، فهمت؟ حاجه اخرى. ايوه ونختموا لهنا دكتور. دونك وقلنا هذا. احنا في عوض الزياده في ميزانيه الوزارات اللي عندها المردود الاقتصادي، يعني التنمية الجهوية، يعني السياحة، يعني الاستثمار والتعاون الدولي، يعني الفلاحة، لا خلاو هذوكما اللي باش يزيدوا في المردود الاقتصادي، ومشاو عملوا زيادات في وزارات بدون مردود إيجابي على الاقتصاد كما الشؤون الدينية ولا كما رئاسة الجمهورية. ورغم هذاك هنا زاد كذب، معناتها وزير الشؤون الدينية ماهوش مسيطر حتى على المساجد نتاعو. 149 مسجد خارجين عن السيطرة. وخرت هذا الأسبوع هذا في جامعة في 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 حمام سوسة، معناتها الإمام ما نعرفش عمره تقريبا 25 عام يحكي على الطاغوت على الامن نتاعنا، وكالعاده نفس اللغه ما زالت متواصله، فهمت؟ الامن نتاعنا اللي قدم الشهداء باقي يوم الجمعه هذا في جامع حمزه، قال شنو يحكي على الامن نتاعنا بالطاغوت وكذا، نفس اللغه ونفس المنهج ما صار حتى شيء. يعني يقول لك اوزر بور كونكلور اون فراس يفو اون بواني دو فير في الشيء هذا، ويلزم الانسان يكون عنده وعوده. يا سيدي انت وعد باش تراجع راجع، وطبق طريق خريطه طريق، والتسميات هذه اللي بالولاءات ولا بتصير والناس متنكره او فلان نسميوه والي ونعرفه، راه نعرفه كل شيء، كل انسان نعرفه تاريخه، كل التسميات الكل نعرفوها، فهمت؟ ولهذا يا اما الانسان باش يمشي بصدق معنا، ما كانش احنا باش نرجعوا زاد للنقد نتاعنا وباش نرجعوا كل شيء.